بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف السابع، درسنا اليوم هو نائب الفاعل. ولكن ما هو نائب الفاعل؟ هو اسم مرفوع يحل محل الفاعل ويأخذ أحكامه في الجملة الفعلية. فلو نظرنا إلى الأمثلة لنقول أخذ محمد الكتاب، فهنا محمد هو الفاعل، فهو هذه الجملة هي جملة مبنية للمعلوم. لماذا؟ لأن الفاعل معلوم، الذي أخذ الكتاب هو محمد، فالفاعل هنا معلوم. إذا أردت أن أحول هذه الجملة إلى جملة مبنية للمجهول أقول أخذ الكتاب، فالذي أخذ الكتاب هنا قد يكون أي شخص غير محمد، فالفاعل هنا مجهول أي غير معلوم. لعب الطفل الكرة، هذه مبنية للمعلوم، احذف الفاعل فتكون الجملة لعبت الكرة عند تحويلها لمبني للمجهول. رسم زيد اللوحة، تكون الجملة رسمت اللوحة. صام المسلمون رمضان، احذف الفاعل صيم رمضان. لم يضم الأول هنا لأن الكسرة أقوى من الضمة ويناسبها الكسرة في الحرف الأول. هذا بالنسبة للفعل الماضي، فيضم الأول ويكسر ما قبل الأخير، ويكون ما بعد الفاعل يحل محل نائب الفاعل. في الفعل المضارع يصنع المخلصون التاريخ، يصنع التاريخ. ينظم العامل الكتب، تنظم الكتب. فالفاعل هنا معلوم، الفاعل هنا غير معلوم، فهي جملة مبنية للمجهول. يخرج الصبي من الصف، يخرج من الصف، والفاعل نائب الفعل هنا ضمير. فعند تحويل الفعل المبني من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول في حالة الماضي يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، في حالة المضارع يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. إليك بعض الأمثلة. شاهد الطفل التلفزيون، شوهد التلفزيون، حذف الفاعل. يستمع المسلم للقرآن، يستمع للقرآن، لأنها مضارع فضم الأول وفتح ما قبل الآخر، ضم الأول وكسر شوهد ما قبل الآخر، الكسرة تحت الهاء. سمع الطالب القصيدة، سمعت القصيدة، سمعت القصيدة، ولكن زادت التاء لأن نائب الفاعل هنا مؤنث. قابل محمد الطالبين، يحذف الفاعل، قوبل الطالبان. لماذا الطالبان؟ لأنها نائب فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. فإذا نائب الفاعل دائما يأتي مرفوعا، وعند تحويل الفعل من مبني للمعلوم لمبني للمجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره في الماضي، ويضم أوله ويفتح ما قبل آخره عند المضارع. فإذا أردت البحث عن فعل مبني للمجهول فابحث عن فعل مضموم الحرف الأول، سواء في الماضي سواء في المضارع. أبنائي وبناتي، بشكل مبسط أقوم بشرح الدرس حتى يصل إلى أذهانكم بأقرب طريق. الواجب النشاط الأول، صفحة 154.